خرج في عيني الإدارة التربوية الإدارة التربوية تنظيم النحابية يكون يكون الوحدة والتضامن وحدة والتضامن هذا صوت الإداري اسمع اسمع يا مسؤول. نقوم بهذا الاعتصام تنفيذا للبيان التنسيقي الثلاثي الذي دعت له الجمعيات الثلاث، جمعية المهنية، جمعية الابتدائي وجمعية الإعدادي وجمعية الابتدائي. كما يعلم الجميع أن الملف الإدارة التربوية عمر طويلا في رفوف الوزارة رغم الوعود المتكررة للسيد الوزير على أن هذا الملف تم طيه، ولكن للأسف إلى حد هذه الساعة لم يتم حل هذا الملف، ولهذا ارتأت الجمعيات المهنية الثلاث لتنظيم وتسطير برنامج نضالي يبتدئ من 2 مارس وينتهي 25 مارس 2021 من أجل إخراج المرسومين المتفق عليهم في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية أكثر تمثيلا. ومن هذا المنبر نلتمس من السيد الوزير تعجيل بإخراج المرسومين لرد الاعتبار أولا للإدارة التربوية والنساء للإدارة التربوية، وثانيا لرد الاعتبار للمؤسسة العمومية بأسلاكها الثلاث. اولا هذه الوقفه كتجي نتيجه مجموعه ديال السلسله كبيره ديال المعارك اللي تخوضناها سابقا في اطار اولا الجمعيه الوطنيه لمديري التربيه العموميه، وثانيا في اطار التنسيق الثلاثي ما بيننا وما بين الجمعيات ديال التعليم الابتدائي وكذلك جمعيه الحرس العام والنظار ورؤساء الاشغال. وهذا نتاج ديال عدم التجاوب مع الملف الطلابي الذي صغناه منذ سنوات لكن لم يتحقق منه اي شيء باستثناء بعد فتات. حنا كنا كنطلبوا دائما بالاطار والكرامه، ولحد الان لا زلنا نطالب بهذين المطلبين الذي هما عماد الملف الطلابي ديال الجمعيتين او الجمعيه الثلاث. تجدر الاشاره ان الناس اللي حاضرين هنا كيمثلوا جوج ديال الاصناف ديال الاداره التربويه، فيهم الذين من المسلك وفيهم من الاسناد، ولكن الهدف واحد والمطالب واحده والكرامه واحده والاطار واحد. شكرا.